السلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده دي تاني سيكشن لينا. السيكشن مقسوم جزئين، جزء هنتكلم عن ال HPLC والجزء الثاني هو الجزء العملي اللي هيشتغلوه في السيكشن، وهو عن التايتريشن. درجات السيكشن ده هتتاخد ازاي؟ ان في امتحان ان شاء الله في السيكشن، زي ما اتفقنا كل سكشن عندنا درجاته بتتاخد على هيئة امتحان جوه السكشن، وما عندناش اي فاينل اكزام. فالامتحان اللي هتشتغلوه في السكشن ده هيبقى جزء منه على ال HPLC وجزء منه على ال IR، وهناخد هنت عن ال IR وازاي تحلوا المسألة اللي هتجيلكم في الامتحان ده. كده نص درجات السكشن. النص التاني هيكون على الشغل العملي التايتريشن اللي هتشتغله عادي جدا جوه السكشن. نبدأ بأول حاجة وهي ال HPLC. عموما ايه الميثودز اوف اناليسيز اللي انا ممكن اعرف بيها تركيز الدواء؟ ممكن استخدم التايتريشن اللي استخدمناه قبل كده وهنشتغل عليه لسه باقي الترم. تاني حاجة اني ابدأ ادخل انسترومنت. الـ Instrumental Analysis بيشمل ثلاث حاجات: Electrochemical Methods، Spectrophotometric Methods، والChromatographic Methods. الـ Spectrophotometric Methods احنا اتكلمنا عنها في سيكشن في آخر الترم اللي فات، واحتمال نتكلم عليها تاني في آخر الترم ده. اللي هنتكلم عنه النهاردة هي الChromatographic Methods. تشمل حاجات كتيرة جدا: الجاز كروماتوجرافي، HPLC، الهاي بيرفورمانس ثين لاير كروماتوجرافي، كابيلاري الكتروفوريزس، مايسيلر الكتروكاينيتيك كروماتوجرافي، حاجات كتيرة قوي اللي هنتكلم عنه النهاردة هو ال HPLC. يعني ايه كلمة HPLC؟ او اختصار لايه الكلمة دي؟ قالوا ان هي اختصار ل High Performance Liquid Chromatography او High Pressure Liquid Chromatography. يهمني كلمة Pressure جت منين الكلمة دي؟ هنفهم معناها لما نشوف Diagram للجهاز بتاعي، هنعرف ال Pressure بالظبط جاي منين. ايه فايدة التكنيك ده؟ ان التكنيك ده mainly for separation. لو عندي mixture of compounds، لو عندي حاجة مثلا زي تركيبة من التركيبات بتاعت الأدوية، عارفين طبعا أي تركيبة بيكون فيها constituents كتيرة جدا، ال active ingredient، لو في preservative، لو في excipients، حاجات كتيرة قوي بتكون جوه التركيبة. لو أنا عايز أفصل حاجة معينة منهم، أحسن تكنيك ألجأ ليه هو ال HPLC. يبقى ده تكنيك for separation. بعد ما أعمل separation يقدر يعمل لي identification، لو في constituent منهم مش عارفة ده إيه، أقدر أستخدم ال HPLC عشان أعمل له identification. لو في حاجة عايز أعرف التركيز بتاعها، أقدر أعمل quantification و purification. استخدامات ال HPLC في الفارماسيوتيكال كيمستري. انا استعيله من شويه ان انا بقدر اعمل separation، وممكن اقدر كمان اعرف ال constituent اللي عندي ده ايه. الكلام ده ممكن اطبقه في الفارماسيوتيكال preparation زي ما قلنا، بتكون constituent كتير. اطبقه في الهيربال اكستراكت، عارفين ان الهيربز بتكون فيها مكونات كتيرة جدا، اقدر افصل كل المكونات واعمل purification. وكمان لو عندي biological sample زي blood او كده، وبرضو اقدر افصل المكونات بتاعته. مكونات ال HPLC: اول حاجة عندي stationary phase، تاني حاجة mobile phase، وتالت حاجة sample اللي انا عايز افصلها. stationary phase من اسمها stationary، يعني ايه؟ يعني ثابتة في مكانها، حاجة ثابتة زي السيليكا بتتعبى جوه كولن بالمنظر ده وتفضل ثابتة طول الرن. يعني ايه رن؟ تشغيلة الجهاز
نشغله مرة كده يحط فيه سامبل وافصل، دي بنسميها ران. فطول الران الستيشنري فيز السلكة جوه الكولة ما اتحركتش، ده عشان كده اسمها ستيشنري فيز. تاني حاجة الموبايل فيز، لا دي من اسمها بتتحرك، هي عبارة عن سولفنتس، دايما بتكون اكتر من سولفنت بريشيوز بقى مختلفة على حسب انا هفصل ايه قبل ايه او هفصل ازاي او كده، بيلعبوا في الموبايل فيز بريشيوز بتاعتها، تمام؟ فمن اسمها موبايل فيز ليه؟ لان هي سولفنتس بتتحرك، وهنشوف الكلام ده كله كمان شوية عشان نفهم اكتر. الفصل بتاع السامبل كومبوننتس بيبقى according to the extent of its interaction with the stationary phase and mobile phase. يعني ايه؟ يعني بيحصل interaction معين ما بين ال sample components وال stationary phase وال mobile phase، فتبدأ يتفصل ال components عن بعض. زي ايه ال interactions دي؟ اول حاجة ال adsorption، ان يحصل adsorption على السيليكا. تاني حاجة partition، partition بيتم ما بين two liquid phases. طب الموبايل فيز عارفين ان هي ليكويد، الستيشنري فيز بتكون ليكويد ازاي؟ بيجيبوا ليكويد فيلم بيبقى اتاتشد للستيشنري فيز وبتاكت از ليكويد، ويبدا يحصل السيباريشن. تالت انتر اكشن ايونيك انتر اكشن، ده لو السامبل اللي انا بفصلها عباره تشارجد عليها تشارج، بالتالي بحط تشارج انا كمان بلعب في الستيشنري فيز واخلي عليها تشارج، ويبدا يحصل الفصل، يا اما بيحصل اتراكشن يا اما بيحصل ريبلشن. رابع ميكانيزم الـ size exclusion، ده بيكون according to the molecular weight of the sample. لو sample molecular weight عالي، فبالتالي ما تقدرش تعمل trapping جوه الـ stationary phase وبتخرج بسرعة، فتتفصل المكونات اللي ليها molecular weight عالي تتفصل الأول، لكن الـ components اللي ليها molecular weight قليل بتبدأ تحصل أو يحصل لها trapping جوه الـ stationary phase وتخرج متأخر. بعد كده بلعب تاني أنا بالموبايل فيزز وبعمل حاجات تانية عشان اطلع الحاجة التراب دي وتظهر لي في الاخر. من ضمن الاسئلة اللي ممكن تجينا في الامتحان ان يجي يقول لي انا شغال بفيز معين، لو انا شغال بالفيز ده قول لي انهي كومبوننت من السامبل هتظهر في الاول وانهي كومبوننت هتظهر في الاخر. طب ايه موضوع الفيزز ده؟ اول حاجه ان انا ممكن اشتغل لو بفصل السامبل كومبوننتس اكوردنج تو ذا بولاريتي، بيبقى عندي تو فيزز، النورمال فيز والستيشنري فيز. النورمال فيز بيكون ان الستيشنري فيز عندي بتكون بولر والموبايل فيز بتكون نون بولر، والمكونات بتاعه السامبل اكيد فيها حاجات مور بولر عن حاجات تانية، فتبدا تحصل الفصل. الحاجات البولر تروح مع الستيشنري فيز البولر وتمسك فيها، فبالتالي مش هتطلع بدري، دي هتفضل لازقه وهتطلع متاخر. لكن المكونات النون بولر هتبدا تحب قوي الموبايل فيز وتجري معاها بدري وتظهر لي في الاول. يبقى تاني لو انا بفصل according to the polarity بيكون عندي يا اما بشتغل normal phase يا اما بشتغل reversed phase. النورمال فيز الستيشنري فيز بتكون فيها بولر والموبايل فيز نون بولر. طب ازاي ستيشنري فيز بولر؟ ان السيليكا دي طالع منها OHs كتيره فهي كده بولر. الموبايل فيز بيختاروا نون بولر solvents، خلاص كده stationary phase polar، mobile phase non-polar. السامبل فيها أكتر من حاجة، في حاجات polar وحاجات non-polar. البولر components of the sample هتلاقي stationary phase البولر اللي عليها OHs كتيرة هتلزق فيها ومش هتطلع في الأول خالص، لكن non-polar components هتطلع مع الموبايل phase وهتظهر لي لما في الآخر الكمبيوتر يطلع لي chart، هلاقي إن البيكس بتاعت النون بولر كومبوننتس طلعوا لي في الاول، لزقت في الموبايل فيز النون بولر وطلعت في الاول. بعد كده بيبداوا يغيروا في الريشيو بتاعت السولفنتس اوف موبايل فيز ويلعبوا في البولاريتي بتاعها بحيث ان هي تسحب تاني ان البولر كومبوننتس اللي كانت ماسكه في الستيشنري فيز وتطلعها،
فبالتالي انا كده فصلت، في حاجات طلعت في الاول وحاجات طلعت في الاخر، فكده حصلت عمليه السيبريشن. تمام، ده لو انا شغاله نورمال فيز. الفيز اللي عكسها هي ريفرست فيز، عكسها في كل حاجه. الاستيشنري فيز تبقى نون بولر، الموبايل فيز تبقى بولر. طب ازاي اخلي الاستيشنري فيز بولر؟ ال OHSD بيخلوا بدل ال HR الكايل جروب يبقى covalently attached to the stationary phase، فبالتالي بتعليلي قوي النون بولاريتي بتاعتها. والموبايل فيز بيبدأوا يختاروا بولر سولفنتس. نيجي نفصل البولر كومبوننتس، هتمسك في الاستيشنري فيز ولا هتطلع مع الموبايل فيز؟ البولر كومبوننتس هتطلع مع البولر موبايل فيز، ولكن النون بولر كومبوننتس او ذا سامبل ويل بي اتاتش تو ذا ستيشنري فيز. بعد كده زي ما قلنا اغير في انواع او تركيزات او ريشوز بتاعه السولفنتس والعب فيها، بحيث النون بولر كومبوننتس اللي ماسكه في الاستيشنري فيز تطلع تاني. وانا كده عملت الفصل اوف عملت الفصل لمكونات السامبل. تمام، يبقى في سؤال في الامتحان، ده من اساسيات الامتحان، هيجي يقول لك انا شغال يا نورمال فيز يا ريفرست فيز. انت على جنب كده هتكتب لو انا نورمال يبقى الاستيشنري فيز بولر والموبايل فيز نون بولر، لو انا ريفرست يبقى الاستيشنري فيز نون بولر والموبايل فيز بولر. وهتلاقيه رسم لك تشارت في كذا بيك، هنشوف شكل التشارتس كمان شوية. ويجي يسألك يقول لك which component is the most polar أو which component is the most non-polar. بشوف أول حاجة أنا شغال على أنهي فيز وأحط الستيشنري فيز بتاعتي polar ولا non-polar، والموبايل فيز هكذا. وأشوف البولر component of the sample هيطلع في الأول ولا هيستنى للآخر. لو هو زيه زي الموبايل فيز فبالتالي هيطلع معاه في الأول، وده هلاقيه في البيكس الأولانية. لكن لو زيه زي الستيشنري فيز هيمسك فيها وهيطلع في الآخر، وده هيكون البيكس اللي في الآخر خالص. يا إما يقول لي رتب لي الكومباوندز دي according to the polarity، مثلا شورت عليه 3 بيكس، معنى كده ان عندي 3 كومبوننتس، رتبهم لي according to the polarity، معناها رتبهم لي من الموست بولر للموست نون بولر. برضو اشوف انا شغالة في انهي فيز واعمل الترتيب. لو ما ذكرش خالص هو شغال نورمال ولا ريفيرسد، انا هشتغل على انه نورمال فيز. تمام، الدايجرام بيوضح لي الكومبوننتس بتاعه الجهاز نفسه. اول حاجه الستيشنري فيز، قلنا اهم حاجه الستيشنري فيز بتكون محطوطه جوه كولم، والكولم ده بيكون متحوط بحاجه اسمها كولم اوفن، يبقى دي الستيشنري فيز الثابته. تاني حاجه هي الموبايل فيز، وان هي بتكون سولفنت او ميكستشر اوف كذا سولفنت، بيكونوا في الحته دي كده وبسميهم إلوينت. تالت واهم مكون هو السامبل. السامبل بتتحط فين؟ بتتحط في حاجه اسمها الانجكتور. عندي حاجه اسمها هنا دي جازر بتشيل الجازز، عندي حاجه اسمها بومب، فاكرين لما قلت لكم ان ال HPLC اسمه هاي بريشر ليكويد كروماتوجرافي؟ كلمه بريشر دي جايه منين؟ جايه من البورت ده، البورت اللي اسمه بامب، بيعمل بامبنج للسولفنت او للموبايل فيز بريت معين. طبعا كل الحاجات دي بتتظبط قبل ما نبدا الران، فبيعمل بامبنج، فبيعمل بوشينج للموبايل فيز. من هنا تبدا تاخد مين معاها وهي نازله؟ تاخد السامبل من الانجكتور وتدخل على الكولم الستيشنري فيز متعبية هنا، ويبدأ يحصل عملية الفصل هنا جوه. الحاجات اللي هتحب الستيشنري فيز بأي بقى ميكانيزم من اللي احنا قلناه،
اللي هيمسك في الستيشن ريليز هيفضل ماسك، واللي مش هيمسك فيه هيطلع مع الموبايل فيز في الاول. هلاقي البيكس اللي هتطلع لي او التشارت اللي بيطلع الكمبيوتر في كذا بيك، البيكس اللي في الاول هتكون للكومبوننتس اللي طلعت مع الموبايل فيز. تمام كده، في حاجات طلعت وحاجات لسه جوه الكولم. هيطلعوها ازاي؟ بيغيروا في الموبايل فيز، يبداوا بقى يستخدموا سولفنتس مختلفه او ريشوز مختلفه من السولفنت، بحيث ان هي تجذب اكتر الحاجات اللي كانت ماسكه في الاستيشنري فيز وتطلع بيها، وبالتالي هلاقي البيكس بتاع الحاجات دي طالعالي في الاخر. يبقى نقول كده تاني، السيكونس بتاع الحاجات او الحاجات ماشيه ازاي. اول حاجه الموبايل فيز بتطلع من الازايز دي، بتدخل على الديجازر يشيل منها الجازز، تدخل على البومب تتضخ بريت معين مظبطين الجهاز عليه، تاخد في سكتها السامبل اللي حصل لها انجكشن في الانجكتور. مين اللي عمل لها انجكشن؟ عندي حاجه من اتنين، يا اما الانجكشن اوتوماتيك يعني انا بحطها في جزء معين ولما يبدا الران تحصل لها انجكشن اوتوماتيك، يا اما مانيوالي بيجي حد اول ما الران تبدا ويعمل لها انجكشن. فالموبايل فيز طلعت من هنا بريت معين، اخذت معاها السامبل ودخلوا على الكولم، حاجات مسكت وحاجات طلعت. الحاجات اللي طلعت دي بلاقي البيكس بتاعتها طلعت في الاول، الحاجات اللي مسكت بغير في كام حاجه بظبط الجهاز تاني، والحاجات اللي كانت ماسكه في الاستيشنري فيز تبدا تطلع ويظهر البيكس بتاعتها في الاخر. عندي هنا حاجه اسمها ديتكتور ما اتكلمناش عنها، ايه هي الديتكتور ده؟ بيكون لي انواع، مثلا ممكن يكون اكزامبل يو في ديتكتور، يعني بيعمل ايه؟ بيقيس لي الابزوربنس بتاع الكومبوننتس. علشان ايه؟ هقول لكم في السلايد الجاي. ده شكل كروماتوجرام حقيقي، ابص على الاكس اكسس الاقي ريتنشن تايم بيتقاس بالمينتس، وهلاقي على الواي اكسس كلمه ابزوربنس. الابزوربنس دي ثابته، يعني اي كروماتوجرام بيكون على الواي اكسس بتاعه ابزوربنس؟ لا، ده على حسب الديتكتور اللي شفناه في السلايد اللي فاتت. لو انا الكومبوننتس بتوع السامبل مثلا فيهم كلهم كونجيجيشن وهيعملوا ابزوربنس لليو في لايت، فبالتالي بختار الديتكتور يكون يو في ديتكتور يقيس لي الابزوربنس بتاع الكومبوننتس، وفي الاخر يطلع لي الابزوربنس على الواي اكسس. يبقى على حسب مواصفات السامبل هبدا اختار الديتكتور، والديتكتور ده بيقيس حاجه معينه هي دي اللي بتتحط على الواي اكسس. تمام، اللي تشاور عليه دلوقتي ده بالظبط هو الريتنشن تايم، بيتحدد لك بالظبط التايم كام. طب ايه معنى كلمه ريتنشن تايم؟ ده الوقت اللي اخده كل كومبوننت جوه الستيشنري فيز علشان يطلع. يعني اول كومبوننت عندي طلع عند الدقيقة 2.46 من اول ما بدأت اشغل الجهاز، فده بالنسبة لي حاجة سبيسيفيك جدا للكومبوننت ده، هقول لكم ازاي وهنستفيد منه في ايه. تاني كومبوننت طلع عند 2.81 minutes. عندي حاجة اسمها البيك اريا، دي الاريا اندر كيرف او الاريا اندر بيك، وعندي حاجة اسمها البيك هايت. بيك اريا وبيك هايت الكلمتين دول بجمعهم في كلمة ريسبونس، يعني في اي وقت يتذكر قدامك سواء في الامتحان او في اي حاجة كلمة ريسبونس. ريسبونس دي بتشمل عندنا حاجتين، بيك اريا او بيك هايت. افتكروا هستفيد بالبيك اريا والبيك هايت بايه؟ بيدلولي على الكونسنتريشن، كل ما كان البيك هايت كبير كل ما كان الكونسنتريشن عالي. يعني لو مثلا كان البيك اللي عندي لحد هنا بس قصيره خالص، دي معناها ان الكونسنتريشن بتاع الكومبوننت ده قليل جدا. طول ما البيك اريا والبيك هايت عاليين معناهم ان الكونسنتريشن عالي. استخدامات ال HPLC، اول حاجه انه يعمل لي ايدنتيفيكيشن للكومباوند، لو حاجه انا مش عارفها او شاكك فيها مش متاكد
هو يقدر يعرفه لي ازاي، او نقول مثلا زي ايه، زي لو مثلا انا مستوردة مادة من بره، المفروض انا مستوردة حاجة معينة، هي جاتلي انا عايزة اتأكد ان اللي جالي ده هو الكومباوند الفلاني، فانا شاكة في كومباوند معين او مستنية حاجة معينة وعايزة اتأكد منها، فاللي عايز اتأكد منه ده بالنسبة لي سامبل مش متأكدة منها، فبقعد بحطها في الكروماتوجرام ويطلع لي ليها الشارت وده كده السامبل. انا شك مثلا ان السامبل بتاعتي دي مفروض تكون باراسيتامول، فبروح اجيب باراسيتامول ستاندرد، يعني حاجة انا متأكدة ان دي باراسيتامول، واحطها بعد كده في الجهاز ويطلع لي ليها الشارت. بعد كده هبدأ ابص على ايه؟ هبدأ أبص على الريتنشن تايم. الريتنشن تايم ده حاجة سبيسيفيك جدا لكل كومباوند. طبعا لو أنا موحدة الستيشنري فيز والموبايل فيز، موحدة كل الكونديشنز الخارجية، أقدر أقارن ما بين التو تشارتس باستخدام الريتنشن تايم. لو بصيت هنا على الشارت عندي هلاقي ان الريتنشن تايم للتو بيكس اللي متشاوي عليهم هو نفس الحاجة، فمعنى كده ان السامبل بتاعتي جواها فعلا باراسيتامول وهي دي البيك بتاعته، طلعت عندي الريتنشن تايم الفلاني اللي الستاندرد برضو طلع عنده. ممكن استنتج ايه من الشارت ده كمان؟ في بيك غريبة كده جدا على الشمال، ممكن اقول ان دي كومبوننت زيادة وان السامبل ادلتريتد بحاجة زيادة. هبص على البيك اريا او البيك هايت ما بين التو تشارتس، هلاقي ان البيك اريا في السامبل قليل جدا لكن البيك اريا في الستاندرد عالي، معنى كده ان السامبل الكونسنتريشن بتاع الكومبوننتس فيها قليل جدا. يبقى اول استخدام لل HPLC هو Identification of Compounds ازاي؟ باستخدام Retention Time، حاجة انا شاكة فيها مش متأكدة، عايزة اتأكد ان اللي وصل لي ده ايه او اللي معايا ده ايه، فبحطه ويطلع له Chart. بجيب المفروض ال Expected Compound بس بجيبه Standard، حاجة انا متأكدة ان هو ده ال Compound اللي انا منتظره، احطه ويطلع له ال Chart. ابدأ اقارن ما بين ال Retention Time لان ده حاجة Specific جدا، لو الـ retention time the same يبقى أنا عندي the same compound. ممكن سؤال في الامتحان يجي لي تاني، رسم لي chart ويجي يقول لي estimate the retention time of compound A مثلا، ويجي يسمي لي هنا كل A، يحط لي على دية A ويحط لي على ده B. فأنا لو عايزة أجيب الـ retention time بتاع compound A هعمل إيه؟ هجيب مسطرة وأحطها كده straight جوه البيك، تبقى في نص البيك، وأبدأ أنزل بالقلم الرصاص كده بالظبط على المسطرة لحد ما أوصل هنا اللي هي النقطة اللي في نص البيك، وأحسب بقى من تحت أو هشوف النقطة اللي أنا نزلت عليها دي كام بالظبط وقت، كام مينت، واكتب اليونت أنا طلع لي الكومباوند A عند ريتنشن تايم كذا مينتس. يبقى تاني أنا بجيب المسطرة وبحطها كده في نص البيك، وانزل بالقلم الرصاص ستريت على الاكس اكسس لحد ما اشوف أنا نزلت عند تايم كام. تمام. تاني استخدام هو الكوانتيفيكيشن، عايزة أعرف concentration بتاع component معين بعمل إيه. زي ما قلنا من شوية كلمة response عندنا بتشمل حاجتين، يا peak area يا peak height، كل مكان response عالي بيبقى drug concentration عالي. إزاي هعمل quantification؟ عندي طريقتين، أول طريقة mathematically، تاني طريقة graphically. ناخد اول حاجه الماثيماتيكلي،
السامبل اللي انا عايزة اعرف الكونسنتريشن بتاعها بعمل لها انجكشن وبيطلع لها بيك. بعدين بروح احضر، المفروض انا في الحالة دي عارفة الكومباوند اللي معايا ايه، يعني انا عارفة هو اسم المادة دي ايه، بس اللي مش عارفاه هو تركيزها. فانا بروح اعمل لها انجكشن ويطلع لي ليها بيك. بروح بعد كده احضر منها ستاندرد، نفس المادة دي بحضر منها ستاندرد الكونسنتريشن بتاعه معروف، واعمل له انجكشن ويطلع له شارت او يطلع له بيك. بعدين بروح اكتب الايكويشن دي، بتقول ايه الايكويشن؟ ان الكونسنتريشن اوف ستاندرد اوفر كونسنتريشن اوف سامبل ايكوال A capital standard over A capital sample. A capital D بترمز ل A، بترمز ل response. يعني ايه response؟ يعني اما peak area اما peak height. طب ايه الحاجات اللي معروفة عندي في الايكويشن دي وايه الحاجات ال unknown؟ هل concentration اللي standard معروف؟ اه انا حضرته بايدي وعارف تركيزه. هل response اللي standard معروف؟ بعد ما بعمل انجكشن للسامبل والستاندرد بيطلع لهم بيكس، اقدر اخلي الجهاز اظبطه ان هو يحسب لي البيك اريا بتاعه البيكس، فاقدر اجيب البيك اريا او البيك هايت من الجهاز. فبالتالي بيك اريا الستاندرد معروف، بيك اريا السامبل برضه معروف، فاضل لي كونسنتريشن اوف ذا سامبل. اعمل اعوض الثلاث حاجات اللي انا عارفهم، بعد كده اطلع الحاجه اللي انا مش عارفها. وده سؤال لازم يجي لنا في الامتحان، هيحكي لك حكاية، يقول لك مثلا استخدمت موبايل فيز كذا، ستيشنري فيز كذا، الكومبوننت الفلاني ده انا مش عارف الكونسنتريشن بتاعه، بس لما حطيته في الجهاز طلع لي ريسبونس كذا للستاندرد وريسبونس كذا للسامبل وكونسنتريشن الستاندرد كان كذا، احسب لي كونسنتريشن للسامبل. هتعوض انت معاك ثلاث حاجات تقدر تطلعهم من المسألة ومتتلخبطش، إن الـ A capital دي هي response اللي بيشمل peak area أو peak height. هعوض في الثلاث حاجات ويتبقى لي حاجة. التريك هنا في المسألة إنه هيلعب معاك بالـ concentration units، هيديك الـ concentration of standard بunit وهيطلب منك concentration of sample بunit تانية خالص مختلفة تماما، فأنت هتحول عشان توصل لـ concentration of sample. فبالتالي قبل ما نيجي لازم نكون مراجعين كويس جدا 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 التحويلات بتاعة الكونسنتريشن، ملي جرام، جرام، مايكرو جرام، ديسيليتر، مايكروليتر، كل الكلام ده. خلاص عرفنا الطريقة ماتماتيكلي. تاني حاجة عند جرافيكالي ازاي؟ انا هنا برضو عارفة الكومباوند بتاعي بس مش عارفة تركيزه، فبحضر منه سيريال دايليوشنز، يعني بحضر منه سيريس كده من تركيزات مختلفة، وابدأ احقنهم كلهم في الجهاز ويطلع لي ليهم التشارت. اخد بالي ان كلهم طالعين عند نفس الريتنشن تايم. ليه؟ ان الريتنشن تايم دي حاجة سبيسيفيك جدا لكل كومباوند، طالما كلهم نفس الكومباوند فبالتالي كلهم ليهم نفس الريتنشن تايم، كلهم مثلا طالعين لي عند الريتنشن تايم ده. امال ايه اللي مختلف؟ مختلف البيك اريا او البيك هايت. ليه؟ لان هما بتركيزات مختلفة. بعد كده بروح برسم حاجة اسمها كاليبريشن كيرف، ده بيكون الكونسنتريشن اوف الكومبوننتس على الاكس اكسس والبيك اريا على الواي اكسس. كونسنتريشنز بجيبها منين؟ انا اللي بحضرها الدايليوشنز كلها، فانا عارفه التركيزات بتاعتهم. البيك اريا بجيبها منين؟ قلت لكم بعد ما اخلص الران بتاعه الجهاز اقدر اقول له احسب لي البيك اريا بتاعه كل بيك او بتاعه كل كومباوند، فبالتالي يحسب لي البيك اريا، ياخد قيم البيك اريا والكونسنتريشنز واعمل بيهم كاليبريشن كيرف وارسم الستريت لاين. بعد كده
السامبل اللي انا مش عارف التركيز بتاعها، اللي انا بعمل كل ده عشان اعرفه، بعمل لها انجكشن يطلع لي ليها بيك، او الجهاز يعرف لي البيك اريا بتاعت السامبل دي، واروح بالبيك اريا دي على الكاليبريشن كيرف اشوف الرقم بتاع البيك اريا ده كام بالظبط على الواي اكسس، اطلع من الرقم ده على الواي اكسس لحد الستريت لاين، بعد كده بنزل ستريت على الاكس اكسس واعرف الكونسنتريشن بتاعه. يعني لو الرقم مثلا كان طالع لي هنا فبمشي بالمسطره كده وبعدين بنزل كده اشوف التركيز ده هنا كام، هنا التركيز مثلا 15. تمام، انا كده قدرت اعرف تركيز الماده باستخدام الجراف. هناخد ابليكيشن لو عندي كومباوند معين الاساي بتاعه في الكروماتو في المونوجراف بالكروماتوجرافي او بالاتش بي ال سي، بيكون الاساي مكتوب ازاي؟ اول حاجه الامبيسيلين ده انتي بكتيريال، ان الاساي في المونوجراف بتاعه بيتعمل بالليكويد كروماتوجرافي. بيكون عامل ازاي؟ بيكون في كل الديتيلز اللي انا ممكن الجا لها علشان اوصل لاحسن نتيجه او احسن فصل للامبيسيلين. اول حاجه عند الكولوم هيديك السايز كام، كام متر، هيديك الديامتر، هيديك نوع الاستيشنري فيز اللي تستخدمها بالظبط، الموبايل فيز مكوناتها ايه، تركيز كل مكون ايه، هنعمل دايليوشن قد ايه، الفلو ريت اللي بنظبط عليه البامب قد ايه، مثلا هنا 1 مللي كل منت، الديتكتور اللي تستخدمه نوعه ايه، هنا قالك تستخدم سبكترو فوتومتريك ديتكتور عند ويف لينس كذا. كل تفصيلة انت هتظبط عليها الجهاز بتكون موجودة في الاساي في المونوجراف. لو ظبطت الجهاز بكل الكونديشنز دي هتوصل لأحسن طريقة لفصل الأمبيسيلين، وطبعا بيكون مكتوب الريتنشن تايم اللي هيطلع عنده الأمبيسيلين لو انت اشتغلت بالكونديشنز دي. بنعمل تاني سامري ازاي اقدر اعرف الكونسنتريشن ماثيماتيكلي، لان قلنا زي ما قلنا ديت مسألة أساسية دي كل واحد في الامتحان. المسألة بروح حاطط القانون concentration of standard over concentration of sample equal A standard over A sample. ال A دي بكرر تاني مهم جدا أعرف ال A دي إيه، A دي إما peak area إما peak height، ملهاش احتمال تالت. أي حاجة تانية في المسألة تيجي تمويه أو عشان تلخبطك ال A دي إيه، أنا بدور يا إما على peak area إما peak height. concentration of standard هلاقيه مكتوب، بيك اريا او بيك هايت ستاندرد مكتوب بيك اريا بيك هايت سامبل هلاقيه، فاضل لي كونسنتريشن اوف سامبل هعوض اطلعه، مليون المية هيطلب منك كونسنتريشن اوف سامبل بيونت مختلفة هتبدأ تحول وتطلع الكونسنتريشن. conclusion HPLC ده اقدر استخدمه في الترمينيشن لو عندي دراج سواء هو كان بيور او في دوزج فورم ومعاه اكسيبينس وانا هعمل له بيوريفيكيشن. السيباريشن بيتم عن طريق ان في انتر اكشن معين ما بين الكومبوننتس والستيشنري فيز اند موبايل فيز. الريسبونس يعني ايه؟ يعني بيك اريا او بيك هايت بيكون دايما دايركتلي بروبورشنال تو ذا كونسنتريشن. اقدر احوله للكونسنتريشن عندي طريقتين، ماتيماتيكلي بالايكويشن، جرافيكالي اني برسم كاليبريشن كيرف. تاني حاجة في السكشن بعد ما تاخدوا الامتحان وتخلصوه هو التايتريشن، الشغل العملي. الاسي على الملفلان ده الستركتشر بتاع الملفلان، الاكشن بتاعه هو سايتوتوكسيك. عشان اعرف نوع التايتريشن اللي استخدمها لازم ابص على الستركتشر بتاع الكومباوند، في ايه مميز اقدر استخدمه في التايتريشن. بص على اليمين هلاقي كاربوكسيليك اسيد جروب، معنى كده اني اقدر اعمله تايتريشن اجينست بيز ويكون عندي اسيد بيز تايتريشن.
طالما قلنا في كربوكسيليك اسيد معناها ان اعتبر ده اسيد، السامبل بتاعي اسيد، فبالتالي التايترين بيكون حاجه بيس، استخدم تايترين صوديوم هيدروكسيد. بيقول لك ان كل 1 مول اوف ملفلان بيتفاعل مع 1 مول اوف صوديوم هيدروكسيد ويطلع لي سولت اند ووتر. البروسيدير افكركم بالتايتريشن بنعمل ايه. اول حاجه الكونيكال فلاسك بغسله كويس قوي بميه بس، البيوريت بتتغسل بميه وبقلل كميه من التايترنت. النهارده التايترنت هو 0.1 مولر صوديوم هيدروكسيد، اغسل البيوريت بميه وبعد كده بقلل كميه من الصوديوم هيدروكسيد واملاها 40 مللي صوديوم هيدروكسيد. الكونيكال فلاسك قلنا مغسول بميه بس، البالب بيبت بتتغسل بميه وبقلل كميه من السامبل، بعدين بسحب بيها 20 مللي سامبل احطهم في الكونيكال فلاسك، اضيف عليهم الانديكيتر اللي بيعمل لي الكالوري تشينج. الانديكيتر هنا عندنا النهارده هو البي سي جي، هحط قد ايه؟ هحط 10 دروبس اوف بي سي جي. المفروض انا بدي التجربه بالفلاسك لون يلو، افضل اعمل تايتريشن دروب وايز من اول ما ببدأ تايتريشن لحد ما اوصل للفيرست بلو يكون ثابت معايا 20 ثانية. بعد ما بوصل للكالوري تشينج وبقرا البيوريت شوفها استخدمت كام ملي، هو ده الاند بوينت، وعشان اتأكد بعمل التايتريشن مرة تانية واطلع اند بوينت تاني واقارنها بالاولى. المفروض ان الاتنين اند بوينتس يطلعوا the same. طب لو مش the same وفي فرق 0.1 ملي 0.2 ملي 0.3 ملي لحد ال 0.3 ملي، فأقدر أخد average ما بين ال 2 endpoints. يعني إيه؟ يعني أجمع ال endpoint الأولى وال endpoint التانية وأقسمهم على 2، أنا كده جبت ال average endpoint. ده في أنهي حالة؟ إن الفرق ما بين ال 2 endpoints يكون maximum 0.3 ملي. طب لو أكتر من كده الفرق 0.4 0.5، لا بشوف انا انهي مره كنت متاكد وشغال دروب وايز وشفت الكالوري تشينج وهي دي اللي هاخدها كاند بوينت. كل واحد بياخد سامبل 60 مللي يقدر يعمل بيهم تايتريشن مرتين، ادي كده 40 مللي وفي 20 مللي اللي هيغسل بيهم، بس احنا بنغسل بحوالي 4 مللي ماكسيموم، الباقي دول عشان اقدر اسحب وفي الاخر ما يطلعليش بابلز وانا بسحب. تمام. بعد ما بخلص بعمل الشيت. الشيت بتجيبوه منين؟ الشيت بينزل لكم بي دي اف على تيمز، وكمان بنسيب منه نسخه في الكوبي سنتر. كل واحد هيجي بالشيت بتاعه لان ما عندناش كتاب الترمينال. الكالكوليشنز بحول بيها الاند بوينت لكونسنتريشن ازاي؟ بضرب الاند بوينت في ايكويفالنت. يعني ايه ايكويفالنت؟ قلنا قبل كده معنى كلمة equivalent بيقول لك إن كل ملي of titrant اتفاعل مع كام جرام من السامبل. لو equivalent بواحد معنى كده إن كل ملي titrant بينزل يتفاعل مع جرام واحد من السامبل. طب ال equivalent بنص، كل ملي titrant بيتفاعل مع نص جرام سامبل. أيا كان ال equivalent اللي عندي رقمه كام بضربه في ال end point. أنا كده وصلت لإيه؟ وصلت لعدد grams of sample موجودين في الكونيكال فلاسك، موجودين في العشرين ملي اللي أنا اشتغلت عليهم. طب هل الكتاب عندي طالب كام جرام في عشرين ملي؟ لا، هو طالب percentage weight per volume. يعني ايه؟ يعني gram percent، يعني gram per 100 ملي sample، مش جرام بير 20 ملي. فانا لما بضرب الاند بوينت في الايكويفالنت جبت عدد الجرامز اللي موجودين في ال 20 ملي، عايز عدد جرامز موجودين في ال 100 ملي، هعمل ايه؟ هضرب في 100 واقسم على 20، انا كده جبت برسنتج ويت بير فوليوم اور جرام بيرسنت. بعد كده بحسب حاجه اسمها برسنتج ريكفري، the found concentration over label concentration في 100. ايه ال found concentration؟ ده التركيز اللي انا طلع لي ولما عملت
التايتريشن اللي طلع لي من الايكويشن اللي فوق. الليبل كونسنتريشن ده اللي موجود على علبة الدواء، هو مثلا بيفترض ان فيها كذا جرام بيرسنت، عشان انا بقى اشوف هو صح ولا غلط بحسب percentage recovery found اللي طلع لي من الايكويشن على الليبل اللي موجود على العلبة في 100. الليبل هنا النهاردة 95%. بقارن ال percentage recovery اللي طلعت لي بال range allowable range of variation. ال range موجود في المونوجراف بيقول لك لو ال percentage recovery طلعت في الرينج ده فالسامبل بتاعتك تمام ما فيهاش مشكلة وتكون accepted. لو طلعت بره الرينج سواء أقل من 93 أو أكتر من 100.5 فبالتالي sample rejected. ال equivalent مفروض هنتعلمنا نحسبه من السكشن اللي فات، بيكون molecular weight of sample times normality titrant over valency sample في 1000. molecular weight of sample من الفلان 305.2 جرام given. normality titrant يعني normality sodium hydroxide اجيبها منين؟ النورماليتي بتكون المولاريتي times valency. انا بستخدم النهاردة 0.1 مولر sodium hydroxide فبالتالي المولاريتي 0.1. طيب فالنسي صوديوم هيدروكسيد بكام؟ دي عدد الـ OH's اللي موجودة فيه، هو عنده OH واحدة بس فعنده الفالنسي 1. فنورماليتي التايترنت equal مولاريتي times valency equal 0.1 times 1 بـ 0.1، يبقى N capital 0.1. N small هي الفالنسي of sample. الملفلان كان فيه قد إيه بروتونز تطلع هتدخل في reaction؟ كان عنده كاربوكسيليك أسيد جروب واحدة فبالتالي عنده 1 بروتون، فالN small ب 1 في 1000 يبقى 305.2 × 0.1 / 1000. ده كده جلبت الإكويفلنت. السلايد اللي فاتت إكويفلنت في إند بوينت في 100 على 20 هيطلع لي الفاوند كونسنتريشن أقسمه على الليبل كونسنتريشن 95 وأضرب في 100، أنا كده جبت برسنتج ريكفري. رقم اللي هيطلع لي أقارنه بالرينج اللي هو من 93 ل 100.5. يعني كده بالظبط إيه المطلوب مننا؟ مطلوب مني إن أنا أعمل التايتريشن مرتين وأطلع الإند بوينت أكتبها بشكل واضح جدا في الشيت، بعد كده أحسب البرسنتج ريكفري، وبعدين أحسب هحسب الـ percentage weight per volume، بعد كده الـ percentage recovery، وهعلم إذا كانت الـ sample بتاعتي accepted ولا rejected، وبعدين هسلم الـ sheet. ده كده جزء الـ titration اللي هيتم في بداية الـ section. الجزء التاني من الـ section زي ما قلنا هو الـ quiz على جزئين، جزء الـ HPLC ده اللي شرحناه، والجزء التاني عن الـ IR. إيه اللي هيبقى مطلوب مني في جزء الـ IR في الـ quiz؟ أول حاجة هيجي هيديلك الشارت بتاعت IR بتاعت compound حقيقي للـ IR تمام، ومعاها هيديك جدول مكتوب فيه كل functional group بتبان عند كام في الـ IR، بتبان عند رقم كام تمام. المطلوب منك إنك هتتعلم على الشارت على 3 bands مختلفين ويكونوا مميزين في الشارت، وتقول دول كل باند دي بتخص أنهي functional group. يعني هتعمل سهم كده من الباند وتقول مثلا ديت الكربونيل، باند تاني وتقول دي OH، واحدة تانية NH2، واحدة NH، وهكذا. بجي بعرف منين؟ بستخدم الجدول اللي هو عطيهولي بيقولي كل functional group بتطلع مثلا في الرينج ده. أشوف أنا الرينج ده مثلا عند الشارت في باند، والباند دي تبقى هي دي بتاعت الفانكشنال جروب. بيبقى مطلوب منك على الأقل 3 يكونوا مميزين وواضحين تمام. ده كده بالنسبة لجزء الـ IR اللي في الكويز. لما بندخل السكشن وبنقف على أماكننا بنلاقي قصاد كل مكان في إزازة، هي دي السامبل اللي هنشتغلها تايتريشن، حاطين لك فيها 60 ملي. 60 ملي دول تعمل بيهم إيه؟ هتعمل بيهم تايتريشن مرتين، وكمان يتبقى عندك انك هتعمل ووشنج للاول في الاول للبالب بيبات بتاعتك بمثلا 3-4 مللي تمام.
نبدأ نملى البيوريت بتاعتنا بالتايترنت، بنملى ماكسيمم 45 مللي، محدش يملى اكتر من كده علشان يتبقى لزمايله. بعد ما بعمل التايتريشن بحط الداتا بتاعتي في الشيت وببدأ اسلم الشيت. تمام كده، خلاص كده، شكرا.